السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة موسى على الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله سوف نتكلم عن طريقة زراعة الجهنمية. الجهنمية حضرات الميعاد الأفضل لزراعة الجهنمية في بداية شهر اتنين. في بداية شهر اتنين يا حضرات، أدي طريقة قص العقلة يا حضرات. زي ما حضراتكم شايفين العقلة، بنقص العقلة طول العقلة لا تقل عن 15 سنتي، بكعبها زي ما حضراتكم شايفين من تحت العين اهي، وبعمل لها شطرة من فوق يا حضرات عشان اعرف زي قلم كده من فوق عشان وقت الزراعة ازرع. اتكلمنا قبل كده عن طريقة عمل الهرمون المستخدم في زراعة الجهنمية، وهنوري طريقة زراعة الجهنمية والميعاد المناسب. دي طريقة القص. وادي شكل الزراعة في الاكياس حضرات. زي ما حضراتكم شايفين ادي الزراعة في الاكياس. الزراعة في الاكياس بعد كده بنعمل عملية رش الرمل. بجيب رمل من فوق وبرش على العقلة بحيث اللي مفيش حشيش يطلع تحت الحضانة، بيخف لي نسبة طلوع الحشائش عشان ما تاكلش العقلة. دي طرق العناية. وبعد كده بديها رشة ريزوريكس اللي هو المبيد الفطري، وبعد كده بشد عليها البلاستيك. يستحسن اشد البلاستيك وما بحطش دي الا بعد 15 يوم. بعرضها للشمس المباشرة لمدة يومين زي ما انتم شايفين، يومين في الشمس من غير غطا. وبعد كده بحط الرمل، بعد كده بشد الحضانة اللي هي البلاستيك، وبعد كده 20 يوم او 15 يوم بحط الدل فوق الحضانة، دل خفيف. وهنوري طريقة الهرمون وطريقة الزراعة. تابعونا الى نهاية الفيديو وتعرفوا على طريقة زراعة نبات الجهنمية. طريقة الهرمون، ادي هرمون المية اللي اتكلمنا قبل كده طريقة عمل هرمون المية اللي هو الاندول بالسبرتو. بنعوس كعب من تحت كده بالاندول اهو، وبعد كده بغرزها في الكيس. دي طريقة زراعة الجهنمية في المشتل. وبعد ما تتم عملية الزراعة بنرش رمل خفيف بحيث عشان الحشائش يمنعها من طلوع الحشائش. وبعد كده بحط كواس، بجهز الاقواس كده زي ما باين معانا في الكاميرا. ادي الاقواس. وبعد كده بنشد بلاستيك، بحط قبل التغطيه برص روزريكس. قبل ما بغطي بالبلاستيك بدي رشه روزريكس اللي هو المبيد الفطري عشان العقله مزروعه بقالها يومين متعرضه للجو والهواء، بطهرها قبل ما اغطي. وبعد كده بشد النفق بلاستيك او الحضانة، فمحطش الدل الا بعد 15 يوم او 10 ايام بحيث ان الشمس بتشغل لي العقلاية من الداخل. هوري طريقة النفق وعمل الحضانة. طريقة شد البلاستيك زي ما انتو شايفين، ادي طريقة شد البلاستيك وعمل الحضانة. بعرضها للشمس المباشرة زي ما ظهر في الفيديو قدامكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم. ادي طريقة زراعة الجهنمية المجنونة في المشتل. واتكلمنا قبل كده طريقة زراعة الجهنمية في البيت. ديت الطريقة عن طريقة الزراعة في المشتل. لو عندك مشتل وعايز تنتج جهنمية والميعاد المناسب، قد قامت الصلاة، الميعاد المناسب في بداية شهر اتنين، دي أفضل ميعاد في طريقة زراعة الجهنمية. بعرضها زي ما حضراتكم شايفين للشمس المباشرة لمدة 15 يوم، وبعد كده بشد ظل. هذه نسبة الظل، بجيب صران أسمر
زي ما انتوا شايفين، وبشده على البلاستيك بعد 15 يوم. وبعد كده في حالة عطشان او حالة جفاف التربة بسقيها بالمية، بديها رشة. مدة التقدير تتراوح من 50 ل 60 يوم. انتظروني في فيديو جديد من قناة مسعى الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.